السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تانية الترم الأولاني؟ إن شاء الله حضرتك النهاردة عن الفسيولوجي، هنتكلم فيها عن النيرف وازاي بيحصل فيها contractions وازاي بنحس بيها وكذا. البارت اللي فات قعدنا نتكلم ازاي ان هو بيحصل transmissions، اللي هو ازاي بيحصل اصلا اصلا ايه انواع النيرف، سواء كان سوماتيكس او اوتونوميك، والحاجات اللي احنا قعدنا نتكلم عليها ديت، والباراسمباثيك والسمباثيك والحاجات دي. بس محدش سأل نفسه في مرة ازاي سبحان الله سبحان الله سبحان الله التجانس ده بيحصل ازاي؟ اعرف ان انا مثلا دلوقتي مسكت النار، ازاي بيحصل ان انا اعرف ان هنا في ستيمولانت، هنا في محفز، هنا في اسد، هنا في مش، ازاي بعرف الحاجات دي؟ ازاي الجسم بيحس بيها؟ ايه اللي بينقل الحاجات دي؟ بتحصل ازاي؟ كل ده هنعرفه في المحاضره دي. سبحان الخالق بجد، يعني احنا اعجاز، يعني كميه الاعجاز اللي هو ربنا خلق. يعني انت لو تاملت بس في خلق الله، يعني هتؤمن بيه من غير حاجه، مش محتاج اي حاجه اصلا، مش محتاج اي دليل، مش محتاج اي حاجه انها تثبت لك ان في اله ومش عارف ايه وكده. ليه؟ لان انت مجرد بشر كده، اقول لك اصنع لي بس جناح بعوض، عمرك ما تعرف تعملها. فقبل ما نبدا حابه نقول دعاء المذاكره زي ما احنا متعودين. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسب الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. في البدايه هقول لكم السيستم بتاع المحاضره ازاي هتمشي ان شاء الله، هشرحها بطريقه مختلفه جدا جدا، وان شاء الله باذن الله انا شفت توصلت ان دي ابسط طريقه واسهل طريقه ممكن تفهمكم كده ان شاء الله باذن الله. فهو احنا هنتكلم ايه اصلا على الليكتشر ديت؟ احنا عارفين النيورون ستراكشرز خدناه قبل كده، سواء اهوت زي ما انت شايف كده عندك هنا دي السوما او السيل بودي او اللي اسمها فيها دنترايتس، اي حاجه من الحاجات دي نفس الحاجه. وعندك الاكزونز، الاكزونز ديت اللي هي ممكن يكون فيها مايلين تشيز او الشرانسل اند سو اون. وبعد كده عندك الايه التيرمينال سايز اللي هي بتطلع من ناخره خالص، دي تشعبات وهكذا. ده كده الاستراكشر بتاع الايه بتاع النيورون، وسهل جدا ما فيهوش اي حاجه. يبقى انت عندك دنترايتس، عندك السوما او السلباتي، عندك هنا النيوكلس طبعا، عندك هنا في الحته دي كده حاجه اسمها عنق، العنق بتاع النيرف اسمها اكزون هيلوك، اكزون هيلوك دوت اللي هو العنق بتاع النيرف. اوكي عندنا كمان ايه؟ عندنا ايه كمان؟ عندنا الشوانسيل اللي بتعمل لك سكريشن للمايلين شيس، واتفقنا خلاص احنا المايلين شيس عندك تو اوبشنز، يا اما تكون في سي ان اس فيكون هو مين اللي بيفرزها؟ الاوليجودندرايتس. طب لو هي تبع البريفيرال نيرف سيستم يبقى مين اللي يفرزها؟ الشوانسيل، او مين يعملها يعني. اوكي بعد كده عندك في الاخر دي الاكزون تيرمينال. اوكي ومايلين شيس ومش عارف ايه الحاجات دي. ده كده احنا ده اول جزء هنتكلم فيه ان شاء الله، واحنا خدناه اصلا اللي هو نيورون ستراكشر وخلص، ما انه يعني مش هعيده تاني. تاني بقى جزء التالت هما 3 بوتس في الليكتشر ديت، نيورون بوتنشال، ده هنفهمه مع بعض ازاي. يعني النيورون بوتنشال ده اللي انا كنت عماله اتكلم فيه من الصبح، اللي هو ازاي الخليه بتحس ان هنا في نيرف، الحاجات دي ازاي، يعني ايه لغه التواصل. يعني انت مثلا دلوقتي في مصر، فلغه التواصل بينك وبين واحد مصري اللغه العربيه. لو واحد مثلا بسيط جدا مش متعلم اللغه الانجليزيه مش هتقول انجليزي طبعا. لو انت رحت سافرت اوروبا امريكا اي حاجه من الحاجات ديت، لغه التواصل هتبقى اللغه الانجليزيه. احنا نفس الكلام في الجسم، في لغه التواصل. ايه بقى لغه التواصل بتاعت الجسم دي؟ دي بقى اللي هنعرفها مع بعض. بعد كده النيورو ماسكولار ترانسميشنز اللي هي النيورو ماسكولار، نيورو يعني ليها علاقه بالنيرف وماسكولار. ايه بقى لغه التواصل ما بين نيرف ومصر؟ زي بقى بالظبط ايه لغه التواصل ما بين واحد مصري مع واحد امريكي مع واحد فرنسي، اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده اخر حاجه الديزيز اللي احنا واخدين علينا الجزء الباثولوجيكال اللي احنا بناخده، اللي هو عباره عن المايوثيميا جرافتس. اوكي طيب بص، انا عايزاك وانا بشرح تكون عندك ايماجين، عندك هاي ايماجينيشن عاليه جدا، اللي انت تتخيل بطريقه عاليه جدا. فتخيل كده وانا جايبه لك يعني كذا فوتو على اساس ان انت تقدر تتخيل وتفهم معايا اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايف الجزء ده؟ الجزء ده ما بين التو نيرف، دي نيرف ودي نيرف، واحنا قلنا الجزء اللي ما بين التو نيرف ده اسمه ساينابس او جانجليون، واتكلمنا عليها الليكتشر اللي فاتت، وعرفنا ايه لو كون باراسمباثيك وسمباثيك وفي سم اكشبشن اند سو اون. المهم الجزء ده انا جيت عملت عليه زوم، عملت زوم اون، زوم اون عليها كده زوم كبير قوي. اوكي ركز معايا. المهم انا عملت عليه زوم، جيت لقيت ايه؟ لقيت الجزء ده هو ده، هو بالظبط اللي فوق، عباره عن اهي كده، اهي واحده نيرف اهيت او نيرون مع التيرمينال بتاعها بتاعت الاكزونز، ودي نفس الكلام. الجزء ده اللي هي البومبي الكبيره دي، الحته القلبوزه دي هي تبع الاكزون تيرمينال، والجزء ده دي اللي هي الايه السوما او الدنترايتس اند سو اون. اوكي طيب ده الشكل بتاعي ماشي. انا دلوقتي الخليه وهي فريست هنتكلم عليها، انا دلوقتي في حاله اثاره، حاله اثاره جاي لها بوتنشن، جاي لها افكت. المهم جاي لها هنا بوتنشن، في هنا افكت ماشي، هنا في ايه امر سياسي قوي. يلا احنا دلوقتي عايزين ننقل السينابس، عايزين ننقل الاشاره من حته لحته. طب هننقلها ازاي بقى؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض. طيب
اول حاجه بالصوت انا بلف ده صوت وسام. الاشاره جات لي من هنا، اللي هي مثلا الجزء اللي احنا اتفقنا عليه ده من تحت خالص. اوكي، بعد ما مشي كانت ماشي من هنا من هنا من هنا هنا لحد ما وصل لتحت خالص. المهم بالصوت انا بلف ده السلام، ده جالي الاشاره. فانت عندك كالسيوم بره الخليه كتير، كالسيوم بره الخليه كتير، كالسيوم بره الخليه كتير. كالسيوم بيبقى اكسترا سيلولار، زي بوتاسيوم بيبقى زي الصوديوم اسفل بيبقى اكسترا سيلولار، اما بوتاسيوم بيبقى انر سيلولار. اوكي، المهم ديت بتبقى كالسيوم كتير كالسيوم كتير. مجرد ما جت اشاره في بوتنشال، هنا في فرق، يلا في حاجه لازم نعمل حاجه، الكالسيوم يبدا يخش عندك جوه الايه، جوه البومبي اللي عندك دوت او الاكسيون تيرمينال. لما يخش زي ما انت شايف كده في فيهكل، في فيهكل موجوده فيها نيورون ترانسميترز اللي هي الاسيتايل كولين، يبقى في فيهكل فيها النيورون ترانسميتر اللي هي فيها الاسيتايل كولين. طيب اوكي، الكالسيوم يبدا يخش يخش يخش، فيروح يلزق على الجدار بتاعها. تخيل كده حاجه جت لزقت على الجدار بتاع ديت، فتقلها، فتبدا تنزلها 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 لحد ما تخليها تعمل لها رابتشر، وتخلي في الجزء اللي هو الفراغ اللي بين هنا ده يطلع لي الاسيتايل كولين بقى موجود هنا ايه، حر. طيب اوكي، عظيم جدا. يبقى اول حاجه جالي اكشن، جالي بوتنشال، جت ادتني اشاره عندي بالصوت انا بلف ده صوت وسام، الكالسيوم حست هتقوم داخله جوه على طول، هي الكالسيوم جوه جوه جوه. طيب اوكي، هنا في يكون في جيت، في جيت الكالسيوم هل هيخش ازاي؟ هل هيخش منه لنفسه؟ لا، اكيد في بوابه هتعدي. طب البوابه اللي بتعدي دي بقى فيها ايه؟ انا عايزك بقى قبل ما تفهم، قبل ما اقول لك هي البوابه ايه وكده، عايزك تركز معايا في الحته دي. قال لنا والله عندنا تو تايب اوف جيت. يبقى احنا وجينا عملنا كده التقسيمه بتاعت التايب اوف ذا جيت، عندنا تو تايب اوف جيت، عندي فولتج فولتج جيت وعندي ليجاند جيت. اوكي، ليجاند ايه جيت، الفولتج جيت والليجاند جيت ايه الفرق بينهم؟ فولتج من اسمها، علشان الجيت تفتح لازم يكون في فولتج، لازم يكون في فرق جهد، لو ما فيش فرق جهد يبقى مش هتفتح ابدا، يبقى لازم يكون في ستيمولانت. يبقى هو عن طريق ايه؟ عن طريق الفولتج، لازم يكون في جهد، ما فيش مش هتفتح، ما فيش اي تاثير. اوكي، طيب ايه بقى الليجاند ديت؟ الليجاند لازم يكون عندي ريسبتور وسبستانس يكون ليها نفس الشكل بتاع الريسبتور، عارفين اللي هو الانتي بودي والانتيجين والحاجات ديت، هي نفس الفكره بالظبط. يبقى الليجاند ريسبتور مع ماده مثلا كيميكال، اي حاجه تلزق عليها، زي فكره المفتاح والقفل، القفل والمفتاح، تخش تدخل تلف كده اللي بقت ليجاند. اما الفولتج كان في كهرباء بتصرف فعليها ايه؟ كهرباء. اوكي، طيب هنا بالصوت انا بعرف ده صوت وسام، الشانل بتاعه الكالسيوم اللي بيكون موجوده هنا دي بتبقى فولتج ولا جيتد؟ لا، تبقى فولتج، ودي اول واحده فولتج، دي اول واحده جيت عندنا ايه؟ فولتج. يبقى الكالسيوم هيبدا يخش جوه عن طريق الكالسيوم فولتج جيت، كالسيوم فولتج جيت، هيلزق على هي الفيسكل اللي عندي هنا، فتخليها تنزل تتقل، فتنزل تحصل لها رابتشر من الممبرين، وتطلع في الجزء الفراغ اللي موجود عندي. طيب بعد ما طلعت عندي بقى ستايل كولين هنا كتير كتير كتير، هنا زي ما انت شايف كده في جيت صغننه، الجيت دي بقى ايه؟ قال لنا الستايل كولين مجرد ما يمسكها اول ما يشوف الجيت دي يروح يلزق فيها. انت شاطر واثقه اللي انت هتقولي دلوقتي دي، هل احتاجنا جهد؟ لا، يبقى مش فولتج جيت خالص، يبقى دي ليجانت جيت. برافو عليك، هايل، برافو عليك يا مان، انت ممتازه. اوكي، كليفت دوت يعني اللي هو الفراغ وهكذا. المهم يمسك فيها، مجرد ما الريسبتورز مثلا اهو والاسيتايل كولين مسك فيها، كان عمل مفتاح وفتح، ام فتح لي الجيتس بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم، الصوديوم بقت كتيره، فتقوم فتح لك الجيت بتاع الصوديوم، خش يا صوديوم، حفله صوديوم، البوابه اتفتحت، يلا اهرب يا صوديوم. فالصوديوم يخش جوه كتير، صوديوم يخش جوه كتير، وانا قايل لك من بدايه الليكتشرز ان الصوديوم بيبقى اكسترا سيلولر، هو الكالسيوم، اما البوتاسيوم بيبقى لا انرا سيلولر. اوكي، لذلك هيحصل في حاجه خلل في هنا دلوقتي، بوتنشال في هنا، في يعني في تاثير، في ستيمولانت. اوكي، يبقى تاني دي اول خطوه عندي عشان ايه تفهمها بقى احصل لي انا بقى لفظ السايب، في بوتنشال جالي من هنا، هنعرف البوتنشال ده بيجي ازاي. المهم خلى الكالسيوم يخش من بره لجوه عن طريق ايه؟ عن طريق الشانلز اللي هي عباره عن كالسيوم فولتج. اوكي، طب بما ان خلاه بالصوت انا بقى السايب، يخلي الكالسيوم يخش جوه، فالكالسيوم يروح يلزق على الفيهكل بتاعتي فيتقلها لي، فيؤديها ان يحصل لها رابتشرز وتطلع بره عندي، تطلع لي الاسيتايل كولين في الكليفت اللي عندي دوت اللي هو سينابيك كليفت. بعد كده بالصوت انا بقى لفظ السايب، مع الكليفت دوت في جيتس، الجيتس دي طيب قلنا دي هتبقى ليجنت ولا فولتج؟ لا، هتبقى ليجنت. طب ليه؟ عشان عندي كيميكال سابستنس مسكت في ريسبتورز عندي. طيب بالصوت انا بلف الصوديوم، كيميكال سابستنس مسكت، مجرد ما الاسيتايل كولين مسك فيقوم جاي مدخل لي الصوديوم جوه كتير 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 كتير، وبعد كده يخليني كده البوتنشال يبدا يتنقل في الخليه لحد ما نخش على الستيب الثاني. في كام نوتس عايزاك تركز فيها هنا، صوديوم دخل الريسبتورز اللي بيكون هنا، ده بيبقى بالصوت انا بعرف ده صوت وسام اسمه ليجنت، ليجنت صوديوم تشانل، دي بالصوت انا وسام بيبقى ليجنت، يعني بيخش عن طريق الريسبتورز، وبيبقى اسمه لو احنا دلوقتي في في بتاع دوت مثلا نيرف، ونيرف زي ما انت لسه شايفين دلوقتي يبقى اسمه ان ان، واحنا عارفين كده من الليكتشر اللي فاتت. طب لو هو ما بين نيرف وماسلز،
ماسل ماسكلر في ماسلز في عضله، يبقى ده ان ام اللي هو نيكوتينيك ايه ام، نيكوتينيك ام. اوكي ده بس اللي عايزك ايه تعرفه في الجزء ده. يبقى دي اول ستيبس خليك فاكرها كويس جدا، يبقى عندي هنا صوديوم كتير جوه الخليه. اتفقنا؟ طيب دلوقتي انت فهمت الحته اللي فاتت ان شاء الله. تمام، احنا دلوقتي الحاله ايه الصوره، لسه اقول لك لما نرجع للريست والحاجات ديت هنقولها بالراحه واحده واحده. طيب دلوقتي الممبرين كان في حاله ريست، انت دلوقتي اهو عندك النيرون اهيت ماشي، حصل لها بوتنشيشنز عن طريق التيرمينال اللي جت، عن طريق البوتاسيوم الصوديوم والحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هو الريسبتورز اللي هو فتح لي، سواء كان اسمه نيكوتينيك ان ام او مثلا ان ام ان ان اي حاجه من الحاجات ديت هي هي. اوكي او صوديوم ليجنت ايه شانل او جيتد. اوكي طيب دلوقتي بالصلاه على النبي افضل السلام، الحته دي لو انت في اثناء الحركه ديت هتكون في ريست. طب الريست ده يعني بقى ريست ممبرين، ده اللي عايزاك تفهمه معايا واحده واحده. ريستنج ممبرين يعني دلوقتي الصوديوم بره كتير عن البوتاسيوم جوه كتير. يعني ايه؟ يعني الصوديوم بره كتير، البوزيتيف تشارج بره كتير عن جوه، خلاص فبقى بقت بوزيتيف كتير. طب وجوه ايه اللي كتير؟ النيجاتيف تشارج. ايه هي النيجاتيف تشارج؟ اللي هي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام البروتين. يبقى دلوقتي في الريستنج ممبرين في اربع اسباب بتخلي الاشاره بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف كتير. لما اجي اقول لك البوتنشال اكروس ذا ممبرين او ات ذا ريستنج ممبرين، ريستنج يعني ريستنج ستيت، هيبقى نيجاتيف تشارج عشان انت بتعتبر على الحاجه اللي جوه. اوكي طب ليه نيجاتيف تشارج كتير جوه؟ علشان انت عندك بروتين كتير جوه الخليه ما بتكونش بره، يبقى البروتين از ايه جوه كتير. يبقى عندي اربع ريزونز. اول حاجه ايه سبب في ريستنج ستيتس؟ اللي هي بيكون بوزيتيف بره كتير ونيجاتيف بره كتير. ايه الحاجات اللي تشارج بيكون بوزيتيف كتير؟ الصوديوم بره كتير. طب ايه الحاجات اللي بتبقى نيجاتيف كتير جوه؟ ده بسبب النيجاتيف تشارج اللي موجوده اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن البروتين. طيب اوكي دي كده اول سببين. تاني سببين عندي ايه؟ قال لك بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام عندك هنا في الجيت دي عندك على قصدي يعني في الممبرين عامه بيكون عندك صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب. ايه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب؟ زي ما خدناها قبل كده في السيل بيولوجي ان هي بتبقى دي حاجه بتنقل الصوديوم من لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن، وبتنقل البوتاسيوم من لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن اجينست كونسنتريشن يعني. طيب وبتبقى تنقل ايه؟ 3 صوديوم بره، بتنقل 3 صوديوم بره كتير. طب انا بقول لك 3 تشارج بره وبدخل لك 2، يعني نسبه يعني الفرق ايه؟ بوزيتيف تشارج واحده اللي بتطلعها بره كتير، فعشان كده بتبقى بره بوزيتيف وجوه بتبقى نيجاتيف. طب ايه كمان؟ قال لك عندك هنا في تشانل بتبقى موجوده بتبقى بتاعت البوتاسيوم، فبتخلي لك الليك بتاع الانترا سيلولار بوتاسيوم تو اوتسايد مور ذان ذا ايه صوديوم انسايد. طب ايه العلاقه؟ ما البوتاسيوم بوزيتيف والصوديوم نيجاتيف، هقول اسفل البوتاسيوم بوزيتيف والصوديوم بوزيتيف، يعني الاثنين بوزيتيف فمش هيكون في فرق. هقول لك دلوقتي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام البوتاسيوم بره بيطلع كتير اكتر، ليكجينج يعني تسريب، كانك بتسرب حاجه يعني البوابه مش مقفوله كويس، كانك ممرب الباب، فالبوتاسيوم عمال يطلع يطلع يطلع. اما الصوديوم دي بتبقى تايدي باوندد لاير، تايدي كلوزد شانل، تايدي كلوزد شانل يعني مقفوله جامد جدا جدا جدا، فصعوبه الصوديوم ان هو يخش جوه عشان يخلي اللي جوه البوتنشال يبقى بوزيتيف صعبه جدا. اما احنا عمالين نطلع بوزيتيف نطلع بوزيتيف، فتخلي جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. يبقى فور ريزونز عشان تخلي بوتنشال ادريسنج ستيت كده. اول حاجه مجرد فهم بسيط، بره بوزيتيف ليه؟ عشان عندك صوديوم كتير. جوه نيجاتيف ليه؟ عشان عندك بروتين كتير، لان الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار. اوكي طيب بالصوت انا بعرف ايه السببين التانيين، علشان الليكج بتاعه البوتاسيوم بره اكتر من الليكج بتاعت الصوديوم جوه، الصوديوم اصلا ما بيخشش بيبقى تايدي كلوزد شانل. طب وايه السبب الثالث؟ بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيكون هنا عندك الشانل بتبقى فيها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس، فبتطلع لك 3 صوديوم بره 3 صوديوم بره وبتدخل لك 2 بوتاسيوم جوه، فبيكون فرق تشارج بره زياده واحده. اوكي دي كده اول حاجه عندي. يبقى اربع حاجات السبب اللي هو في ريستنج ستيت، وعرفنا ايه اسباب ريستنج ستيت وعرفنا هي ايه اصلا ريستنج ستيت. اوكي فاكر بقى لما احنا دلوقتي كنا في الحته اللي احنا عمالين نقول عليها ديت وحصل ساينابس وحصل بوتنشن؟ اوكي دلوقتي ريستنج ستيت هي بالظبط كلمه بولاريزيشن، كلمه بولاريزيشن هي بالظبط كلمه ريستنج ستيت. يبقى ريستنج ستيت اسمها بولي راي زيشنز، هيها بالظبط. يبقى بولاريزيشن بولاريزيشنز هي ريستنج ستيت بالظبط. ليه بولاريزيشن؟ عشان جم قاسوا فرق الجهد ما بين الممبرين ده والممبرين ده لقوا نيجاتيف 70. نيجاتيف 70 ده يعني عنده نيجاتيف تشارج جوه كتير لدرجه ان هو نيجاتيف 70 زياده اكتر من جوه. يعني دلوقتي بالصوت انا هرد ساين، تخيل كده انت معاك 100 جنيه وانا معايا 50 جنيه، الفرق بيننا كام؟ 50 جنيه. يبقى انا مثلا انا اقل منك ب 50 فنيجاتيف 50، انا اقل منك بنيجاتيف 50 وانت اكتر مني بوزيتيف 50، ففرق الجهد دوت بيديني حاجه اسمها بولاريزيشن. يعني ايه بولاريزيشن؟ يعني حاجه متقينه، حاجه قطبيه، يعني حاجه ليها علاقه بالتشارج وهكذا.
طيب دلوقتي بالصلاة على النبي افضل الصيام، احنا عرفنا الريسلينج ستيت كل الحاجات البروبرتيز بتاعتها، عرفنا اسباب التسمية بتاعتها، عرفنا بتبقى الفولتج بتاعها بتبقى نيجاتيف 70 وساعات بتبقى نيجاتيف 90 زي الكارديك فاسكولار سيستم اللي هو تبع الهارت والحاجات ديت. طيب وكمان بالصلاة على النبي افضل الصيام عرفنا الاسباب وعرفنا الفولتج بتاعها وعرفنا ليه اسمها بولارايزد اللي هو الازر نيم اند سو اون. طيب اوكي جه دلوقتي الاكشن، جه جه منين؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الصوديوم دخل كتير جوه. عن طريق ايه؟ عن طريق فاكرين الكالسيوم لما دخل جوه الفيهيكل بتاعتي من هنا، عن طريق كالسيوم فولتج شانلز اند سو اون والحاجات الحكايات كانت طويله دي. اوكي طيب المهم جه دخل الصوديوم هنا جوه الخليه، فبقى الصوديوم بدا يخش 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 يخش. طيب اوكي اهو في الحته دي بدأ الصوديوم يخش 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 يخش. طيب الصوديوم بيخش بكميه رهيبه، طب بيخش عن طريق ايه؟ عن طريق فولتج هنا. طب الفولتج دي ايه؟ اسمها صوديوم تشانل. صوديوم تشانل. طيب سؤال هسأله لك، هل الصوديوم تشانل دي اتفتحت من لله والوطن كده لوحدها، ولا اتفتحت عن طريق ايه؟ هل جت مثلا كم ماده كيميائيه مسكت فيها فخلتها تخش؟ لا خالص، اتفتحت نتيجه فرق الجهد، نتيجه الفولتج، فعشان كده اسمها صوديوم فولتج تشانل. يبقى هنا الجيت ديت اسمها صوديوم فولتج تشانل او صوديوم فولتج جيت. خلاص يبقى الجيت دي اسمها ايه؟ صوديوم فولتج تشانل. طب دي اتفتحت ليه؟ عشان اول حصل عن طريق فرق الجهد اللي حصل لي، هتبدا تخلي لي ايه؟ تخلي لي صوديوم انفلوكس. يعني ايه صوديوم انفلوكس؟ يعني الصوديوم يخش جوه الخليه كتير 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 كتير، فتخلي لي اللي تشارج جوه بوزيتيف بدل ما هي كانت نيجاتيف وبره نيجاتيف، علشان كميه البوتاسيوم الصوديوم بره قلت كيف عكست الايه؟ الاشاره. طيب ماشي ها بعدين دي اسمها ايه العمليه دي؟ اسمها دي بولارايزد. ليه دي بولارايزيشن؟ مش احنا قلنا ريستنج ستيت معناها بولارايزد، يعني في بولارايزيشن في قطبيه وكده. طب انا بقول لك دي يعني نزع، يعني عكس النزع، عكس النزع يعني عكس يعني نزع البولارايزيشن، نزع القطبيه عن طريق ان هي قلبت الاقطاب، بدل ما هي بقوه جوه كانت نيجاتيف كتير خليتها جوه بقى بوزيتيف كتير، فدي اسمها دي بولارايزد. حصلت ليه؟ عن طريق بالصلاه على النبي افضل الصيام الصوديوم من جوه دخل كتير. عن طريق ايه؟ عن طريق الفولتج جيت. يبقى ات ريستنج ستيت الجيت كلها مقفوله، كل جيت مقفول، مفيش بس مثلا ليكج بوتاسيوم جيت الناعمه طلع بوتاسيوم بره شويه، الصوديوم مقفوله والبوتاسيوم الصوديوم فولتج جيت مقفوله والبوتاسيوم فولتج جيت مقفوله. خلاص في الديبولاريزيشنز الصوديوم الجيت فولتج فتحت علشان في ايه؟ حصل في بوتنشنز هنا، في حصل فرق وهكذا. المهم بدات تدخلي صوديوم كتير كتير كتير، فبقت بوزيتيف جوه كتير ونيجاتيف كتير. طيب ها وبعدين بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هتبدا تطلع تطلع تطلع، وبعدين اول ما تلاقي في رينج معين كده في رقم معين بوزيتيف 40، اول ما الجيت يعني مثلا اول ما الخليه تحس انها بقت بوزيتيف 40 تبدا الصوديوم صوديوم فولتج جيتد تقفل. يبقى تبدا الفولتج جيتد صوديوم شانل هتقفل امتى؟ اول ما توصل عند كام؟ عند بوزيتيف 40. عند بوزيتيف كام؟ عند بوزيتيف 40. طب وبعد ما تقفل تقوم فاتحه لي في واحده بقى بتتمخطر وكسوله عن نفسها خالص، وبص بتفتح بمزاج مزاجها كده في الاخر بتسرح مين؟ البوتاسيوم فولتج شانل، بوتاسيوم فولتج شانل. يبقى فولتج جيتد بوتاسيوم شانل. اوكي فايه اللي يحصل لي؟ يبقى دلوقتي بالصلاه على النبي عليه في الديبولاريزيشن، الديبولاريزيشن اللي حصل الصوديوم جيتد مفتوحه الفولتج، اوكي فتحت بكميه مهوله ودخلت صوديوم كتير لحد ما توصل لبوزيتيف 40 بفرق الجهد ما بين بره وجوه، يبقى بوزيتيف 40. فساعتها بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تقوم قافله، تقوم قافله وهي تايدي تايدي كلوزد شانل. تايدي كلوزد شانل يعني يعني بتقفل جامد قوي، ومجرد ما قفلت مفتاح خلاص مش هتفتح، مستحيل مستحيل مستحيل. ركز في الكلمه دي عشان في حاجه هقولها بعدين. طيب بعد كده هتلاقي ايه اللي هيفتح عندي؟ تقوم بقى فاتحه المتبخره على نفسها ديت في الاخر البوتاسيوم شانل فولتج شانل. اوكي طيب الفولتج شانل بتاعت البوتاسيوم دي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، احنا قلنا البوتاسيوم بيبقى بره كتير اكتر ولا جوه كتير؟ قلنا بيبقى ايه بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو بيطلع بيبقى ان انترا سيلولر، فبيطلع من جوه من جوه لبره، لان جوه بيبقى اكتر. خلاص بيطلع من جوه لبره. طيب اوكي بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام البوتاسيوم فولتج تشين تشين ماشي تشانل سوري تشانل هيبدا يفتح لي، فتخلي لي الايه؟ البوتاسيوم يبدا يطلع بره، جوه كان بوزيتيف كتير فتبدا تطلع لي البوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم، والصوديوم قفلت، انت منعت السورس بتاع البوزيتيف وبدات تطلع بوزيتيف تشارج بره، فتبدا ترجع الحاله بتاعت الخليه زي ما هي، انها تخليها جوه نيجاتيف وبره يبقى بوزيتيف، وتبدا تطلع 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 تطلع. ده الشكل الطبيعي بتاعنا، بدا يرجع زي ما هو الطبيعي زي ريستنج ستيت بالظبط. طيب ها هل الصوديوم بقى، مش احنا قلنا البوتاسيوم دي البوتاسيوم اللي هي الكي دي بتفتح بسهوله؟ لا خدت وقت عقبال ما تفتح، كسوله واحده كسوله. ها
هتيجي تقفل براحه، هتيجي تقفل بسرعه يعني زي تايدي بوندد تايدي كلوزد شانل زي بوتاس صوديوم، مستحيل لا، ده تقفل على مزاج مزاج، فتبدا تطلع تطلع، انت عمال تطلع بوزيتيف تطلع بوزيتيف، فتزود النيجاتيف تشارج جوه، فتزودها تزود، فبدل ما ترجع لنيجاتيف 70 زي ما كانت، لا ترجع مثلا نيجاتيف 90 مثلا، نيجاتيف 100، النيجاتيف اكتر يعني، خلي عمال تطلع بوتاسيوم، عمال تتخلص من بوزيتيف تشارج كتير كتير كتير، وتزود التشارج جوه كتير، النيجاتيف تشارج وتزود البوتنشال عندك جوه كتير. طيب ها العمليه دي الوقت ده اسمه ايه؟ اسمه هايبر بولاريزيشن. ليه بولاريزيشن؟ كلمه بولاريزيشن يعني نيجاتيف تشارج كتيره يعني ريستنج ستيت. طب هايبر ليه؟ عشان انت مهايبر، انت مهايبر، انت زياده، انت عمال تطلع بوتاسيوم من غير حساب. طب ها وبعدين؟ طب احنا مش عايزين الخليه كده، لا، فالخليه تبدا تعمل لك ايه؟ تقوم قافله بقى خلاص، البوتاسيوم تشانل قفلت، وبعد ما تقفل بالصلاه انا بقى افضل سلام كده. طب ما كده لسه البوتاسيوم بقى كده، لسه النيجاتيف تشارج جوه كتيره جدا. اقول لك لا، هيجي بقى دور مين؟ هيجي دلوقتي دور الصوديوم بوتاسيوم اتي بيز بومب، صوديوم بوتاسيوم اتي بيز بومب، تبدا تعمل لك ايه؟ تبدا بدل ما كانت عماله تطلع بوتاسيوم كتير بره، تدخل لك البوتاسيوم تاني جوه، وفي شويه صوديوم صغننين جوه تقوم مطلعاهم بره عشان ترجع البوتنشال نفس الفرق. خلاص يعني تطلع هنا 3 صوديوم وهنا 1، تدخل 2 صح، 2 بوتاسيوم. طيب الصوت انا بنفس الفرق 1 تشارج، فتخلي بره يبقى بوزيتيف وجوه يبقى نيجاتيف اقل، يعني فاهم؟ النيجاتيف بتدخل كانه بتدخل ليها حاجه بوزيتيف، اوكي، بتقلل النيجاتيف تشارج وهكذا. دي كل الحكايه بتاعت الشابتر المرعب لكل الناس. فهمت الحكايه دي؟ باذن الله يبقى سهل جدا. خلاص يبقى دي الحاجات كلها، يبقى عندي الهايبر بولاريزيشن عرفناها دي بتبقى اندر شوت، وعرفنا الفرق بينهم، وعرفنا كل حاجه، هادي الكلام تاني الشرح تاني بكل استفاضه ما تقلقش. خلاص يبقى الحكايه كلها بدات منين؟ بالراحه تاني، تو نيرف مع بعض او تو ماسلز، تو اي عفريت ازرق عندك. خلاص المهم جه حصل له بوتنشن، عرفنا ازاي بيحصل له بوتنشن، هنفهم دلوقتي. المهم كده خلاها هنا، قام جاب حصل بوتنشن، فالصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم سوري كالسيوم الكالسيوم الكالسيوم يبدا يخش من بره لجوه عشان هو اكسترا سيلولر، فيحصل له كالسيوم انفلوكس، انفلوكس يخش جوه الخليه عن طريق مين؟ عن طريق جيت اسمها فولتج كالسيوم اتشانل، اوكي، تبدا تخش تخش تخش، فالكالسيوم يجي يلزق لك هنا على الفيهكل، فيبدا يتقله لك، فيبدا ينزله لك، فيبدا يعمل لك رابتشر للاستايل كولين في الاي ساينابيك كلافت، اوكي، يبدا يطلع لك هنا الاستايل كولين، يلاقي هنا في جيت جميله كده مستنيه ماده كيميكال، وفي جيت الاثنين يمسكوا مع بعض في ريسبتور، يبقى دي اسمها ايه؟ ليجنت جيت، ليجنت جيت مش فولتج، مالهاش علاقه بالفولتج، اوكي. المهم يبدا يمسك فيها، مجرد ما يمسك فيها فتحت الباب، فتحت الباب لمين؟ للصوديوم، يلا الصوديوم انطلق في امان الله. بدل ما هي الحاله كانت في حاله ريستنج زي ما انت شايف كده، الحاله الريستنج بيبقى ايه؟ الجيت بتاعتها بتكون موجوده، الفولتج الجيت الصوديوم شانل مقفوله، تايدي تايدي جدا، مقفوله جدا 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 مستحيل، والفولتج جيت بوتاسيوم مقفوله، يعني بص الاثنين مقفولين، دي ريستنج ستيت، وجوه بره بوزيتيف كتير وجوه نيجاتيف كتير، نيجاتيف الفرق هنا نيجاتيف 70. طب ها وبعدين؟ المهم لان الصوديوم بيخش جوه كتير، صوديوم يخش جوه كتير، يخش جوه كتير، يخش جوه كتير، عن طريق انها فتح مين؟ الجيت بتاعه التايدي باوندد التايدي كلوزد ايه تشانل فولتج بتاعت ايه بتاعت بصراحه انا بلف السلام بتاعت الصوديوم، هتبدا تفتح لك هنا. خلاص ما احنا شفنا في الحته اللي بقت التكمله بتاعتها بتبدا ايه تفتح لك. طيب وبعدين ما تفتح 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 لحد ما توصل لبوزيتيف 40، بوزيتيف كام؟ 40. خلاص كده هتكتفي، تقوم ايه قافله قافله جامد. مين بقى اللي يبدا يتحرك ساعتها؟ اللي عنده ما عندوش دم ده خالص، البوتاسيوم، البوتاسيوم فولتج شانل، تبدا تتحرك شويه وتقوم ايه تقوم فاتحه، تفتح على الاقل بمهله. طب ها دلوقتي كان جوه بقى بوزيتيف كتير وبره بقى نيجاتيف كتير، فتبدا بقى تفتح انها ترجع لك ان جوه بقى نيجاتيف كتير وبره يبقى بوزيتيف ايه كتير، تفتح تفتح وتسرح مع نفسها، يعني المفروض توصل لنيجاتيف 70 وتسكت، لا تفضل لنيجاتيف 90 وايه وتبدا تقوم ايه قافله. طب مين بقى يصلح لي البوظان اللي بوظته البوتاسيوم تشانل ديت؟ الايه بوتاسيوم صوديوم إيه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، تبدا بقى تصلح لك وترجع لك البوتنشال. ده شكل الجراف وقت ريستنج ستيت اهو زي ما انت شايف، خد شريحه ده بيوضح لك ليها، ده بيبقى نيجاتيف 70 واصل عند نيجاتيف 70، هيبدا يحصل دي عمليه دي عمليه البولاريزيشن، بولاريزيشن عشان نيجاتيف 70 يعني اكتر حاجه بوق نيجاتيف تشارج. طيب بعد كده هيبدا يحصل دي عمليه اسمها ايه اللي انا بطلع فيها كده بالصوت انا بلف تاني لفوق الجزء الاحمر ده بس، اسمها ري بولاريزيشن، ري اسف اسمها دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن ليه؟ عشان انا بنزع البولاريزيشن، بنزع البولاريزيشن، بنزعها بشيلها. طيب ها بعدين وصلت لبوزيتيف 40 اللي المرحله دي بتبقى ايه اللي مفتوح فيها بس الصوديوم فولتج تشانل. طيب
دي بقى العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ريبولاريزيشن. انت قفلت خلاص وبدات تطلع البوتاسيوم، المهم دلوقتي بقى اسمها ريبولاريزيشن ليه؟ عشان عايز ترجع عايز ترجع عمليه البولاريزيشن تاني. فري يعني ريبيتنج يعني ريبلاي، بترجع خلاص بدات تنزل لحته تحت كده، اسمها اندر ايه؟ اندر شوت، او اسمها ايه؟ هايبر بولاريزيشن. ما هايبر انت عندك زياده، بعد ايه تبقى قافله الصود البوتاسيوم شانل، وبعد كده بالصوت انا بنفض الصاميلي يصلح العمليه دي كلها، الصوديوم اي تي بيز ايه بامب، صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، فتبدا تطلع لك الصوديوم بره وتدخل لك البوتاسيوم جوه وتصلح لك العمليه كلها. اوكي هشرحها تاني ما تقلقش خالص معاك لحد ما تفهم باذن الرحمن. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه. شايف الجراف الجميل بتاعنا ده؟ ده بيقول لك ايه بقى؟ بص اول حاجه انت اترستنج ستيت، اهو اترستنج ستيت عند نيجاتيف 70 او نيجاتيف 60 ايا كان يعني، فبيكون ايه اللي بيحصل عندك؟ كل الجيت مقفوله، شايف الجيت دي كلها مقفوله، مفيش بس غير اللي هي الليكج بوتاسيوم عماله تطلع كده براحه وما بتاثرش اصلا، ما لهاش اي افكت. ماشي دي كده ريستنج ستيت. بعدين جه قام حصل فيه حصل بوتنشن، حصل فيه حصل افكت، حصل اي حاجه. الحته بقى اللي بيحصل فيها الافكت اسمها ايه؟ اسمها تريشرد بوتنشال. تريشرد بوتنشال دي يعني هل اي افكت كده، اي ستيمولانت بسيط يجي يقول ياثر في الخليه عندي ويلا تعمل تفضل تنقبض وتنبسط او تعمل اي كوندكتن؟ لا، قال لازم بوتنشال معين بقوه معينه، لو ما وصلليش البوتنشال ده بالقوه دي مش هحصل ستيمولاشن خالص، ولا هحصل كوندكتنج، ولا هحصل اي افكت عندي. هو مين بقى اللي سميناه اسمه ايه؟ اسمه تريشرد بوتنشال. تريشرد بوتنشال، تريشرد بوتنشال. عند التريشرد بوتنشال ده عند نيجاتيف 55 يبدا بقى يحصل ستيمولاشنز. وجيت ادتني الفرق دوت اوكي، ما ادتنيش مفيش خلاص، يعني فيها يا اخفيها all or none. اوكي طيب المهم عند threshold potential هيبدا يحصل ايه؟ هتبدا بالصوت انا بلف ده صوت سام التشانل بتاعه الصوديوم تفتح 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 وكله الباقي مقفول. طيب بعدين الصوديوم يخش جوه كتير كتير كتير، بدل ما كان بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف بقى العكس، بقى جوه بوزيتيف وبره بقى نيجاتيف، ويبدا يطلع يطلع يطلع. دي اسمها دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن يعني ايه؟ يعني زي البولاريزيشن خلاص، اسمها ايه؟ اسمها دي بولاريزيشن. طب ها وبعدين الصوديوم بتفتح تفتح تفتح لحد ليميت معين، هتقوم ايه؟ هتقوم قافله، هتقوم ايه؟ الصوديوم قافله خالص عندي. طب دي بقى بالصوت النبي عليه الصلاه والسلام لما تقفل كل ده، شايف كل ده تبعهم، كل ده تبعهم، كل ده تبعهم، الصوديوم شانل مفتوح الفولتج، اما تقفل ايه اللي يحصل؟ اهي قفلت وقفلت. يمين بقى اللي تفتح عندي الكسوله اللي هي البوتاسيوم فولتج شانل، تبدا تفتح، فتبدا بقى ايه تحرك نفسها وتاخد وقت كبير لحد ما تنزل تحت اللي هي اندر شوت اند سون. وبجراف تاني ولا تزعل، بالصوت النبي عليه الصلاه والسلام هنا ايه؟ اول جزء ده ريستنج ستيج بتبقى نيجاتيف 70 ملي فولت، وبصوت النبي عليه الصلاه والسلام ده طبعا التايم بيبقى بالملي سكند. المهم دي نيجاتيف 70، بره بيبقى بوزيتيف كتير، جوه بيبقى نيجاتيف كتير، وعرفنا الفور ريزونز اند سو اون. يجي عند الحته دي يبدا يحصل ايه؟ يحصل فيه افكت جالي. طب هل الافكت ده عن طريق ايه؟ فاكرين حكايه الكالسيوم؟ هي دي حكايه الكالسيوم. المهم يبدا ايه؟ الصوديوم فولتج شانل تبدا تفتح، لما تفتح تقوم ايه؟ اهي حتى كاتب لك الشانل بتاعت الصوديوم فتحت، تبدا يحصل لك ديبولاريزيشنز، اهي مور صوديوم شانل، ديبولاريزيشن ديبولاريزيشنز. ها بعدين عند النقطه دي الصوديوم شانل تبدا تقفل. طيب وبعدين بالصوت انا بسميه بقى الكسوله بتاعتنا تفتح، الفولتج بتاعت البوتاسيوم تقوم ايه فاتحه، وتقوم ايه ورجعها لي تاني، فتبدا ايه اهو. بص هنا بيقول لك البوتاسيوم شانل از اوبن. طيب بالصوت انا بسميه لحد ما تنزل لحد هنا، لحد الحته اللي من تحت دي كمان اللي هي الاندر شوت او اسمها هايبر بولاريزيشن اند سو اون، وتقوم ايه ابدا تقوم قافله. يبقى عند الحته دي بالظبط تقوم قافله. طب ما عملت لك مشكله، مين اللي يصلح لك المشكله دي؟ البوتاسيوم صوديوم اي تي بيز بومب، تبدا ترجعه لك تاني نيجاتيف ايه 70. مش فاهم، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اهو نفس الجراف اللطيف بتاعنا الجميل الكيوتا اللي بيفهم كل واحد. بس هنا بقى هضيف لك معلومه زياده. بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، دلوقتي قلت لك ان الصوديوم الصوديوم فولتج شانل بتقفل في الحته دي ومستحيل تفتح تاني، مستحيل تفتح لوقت معين، مستحيل مستحيل. طيب ده معناه ايه ده؟ معناه ان انت دلوقتي لو انا جالي ستيمولانت تاني، مش انا عشان يحصل اصلا ستيمولانت وعشان يحصل افكت واعرف الخليه يحصل لها تاثير وكده لازم الصوديوم شانل تفتح. طيب انا بقول لك مستحيل تقفل، هي مستحيل تفتح، هي تايدي كلوزد شانل، مستحيل تفتح تاني غير في وقت معين بعد وقت معين. يبقى لو جالي ستيمولانت تاني مهما عملت مهما يعني كسرت الدنيا مهما خبطت فوق دماغه عمره ما هيفتح، عمرها ما هتفتح تاني في الوقت المعين. فالجزء ده الجزء ده بقى بنسميه اللي هو عمره ما يفتح الصوديوم شانل دي فيها خالص، كلوز تايدي تايدي كلوز الصوديوم شانل ده اسمه ايه؟ سميناه اسمه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. اي حد
باي لوجيك كده. مهما ما هو انت مش ينفع، انت مش مكنه، انت مش حتى المكنه كانت بتشتغل 24 ساعه بتتحرق، يقول لك ما تخليش الحاجه مشتغله 24 ساعه لانها هيحصل لها ان في الاخر تؤدي للبيرنينج اللي هتتحرق. نفس الكلام انت جسمك ربنا سبحانه وتعالى عامل لك ان الوقت راحه، على الرغم ان وقت الراحه ده بيبقى بالملي سكند يعني حاجه فيمتو ثانيه، ولكن احنا محتاجين لدوت، فعشان كده لازم تفصل. طيب الفصله اللي بتحصل فيها دي ايه؟ اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اللي هي كل الجزء ده، كل الجزء ده، وهوريك صورة أوضح ليها كل الحاجات دي. ده 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 ده, ده, ده. مستحيل مهما طبقت الدنيا فوق، مهما حاجة حصلت عمرها ما هتقدر تستقبل أي ستيمولانت تاني خالص خالص مالس خالص. طب ليه؟ اتفقنا خلاص. يبقى الابسوليوت ريفراكتيف بيريد هي عباره عن ايه؟ عباره عن during the phase of depolarization. depolarization بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها الصوديوم channel بتبقى open. هل ينفع يجي ستيمولانت تاني يقويها اكتر؟ مستحيل، ابدا ابدا ابدا. طيب وكمان برضه بتكون في بدايه مين؟ بتكون في early part of repolarization. ليه؟ يعني لسه دلوقتي عيني البوابه مقفوله، تقوم جاي قايل لي افتحي، يبقى انت ما عندكش دم. يبقى لازم بالصلاه على النبي، البوابه اتقفلت سيبها شويه ترتاح، ما ينفعش تقوم خليها مفتوحه على طول بعديها، مستحيل. يعني هتلاقي حتى لو كمان لو لقيتها مثلا مجرد ما جت قفلت كده فتقوم جاي فاتحها فتلاقي عملت لك كده. في ناس بيكون عندها خلل في الحاجات دي، يعني مثلا الامراض بتيجي بسبب الحاجات دي، مفيش ايه، مفيش تناسق، مفيش يعني في خلل جوه، ماشي. طيب يبقى الصوت انا بقول صايب، يبقى الابسوليوت ريفراكتيف بيريد بتيجي امتى؟ ديورنج الديبولاريزيشن. ديورنج الديبولاريزيشن بيكون اصلا الصوديوم تشانل مفتوحه، ولكن ما ينفعش اقوم جاي فاتحها فوق، يعني الكميه اللي بتدخلها تزود كميتها، ماشي اوكي. دي اول حاجه. تاني كمان حاجه ايه؟ الايرلي بارت اوف ريبولاريزيشن. ايرلي اول جزء في الريبولاريزيشن. ليه؟ علشان انت اصلا لسه قافل الصوديوم تشانل، مش تيجي انا مش تخشيخه تحت ايدك بمعنى صح، فدي مستحيل انها تعمل اكشن بوتنشال تاني، مستحيل ابدا ابدا ابدا. طيب اوكي، ده كده اول حاجه اسمها سميناها ايه؟ اسمها ابسوليوت ريفراكتوري بيريد. طيب الصوت انا بلف ذا سايم، قال لك بقى في حاجه اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريد. ريلاتيف ريفراكتوري بيريد البيريد ديت او ريلاتيف ريفراكتوري ديت اللي بيحصل فيها دي بقى، لو انت جبت عارف زي كانك بتغريني كده، انا بغريك يعني ايه؟ ان انت مثلا جيت ايه، اديتني فلوس زياده، يعني مثلا جيت اديتني طاقه زياده. في مثلا واحد يكون هو ايه، انت رايح تعمل مصلحه، واحد واقف فوق دماغك ومش راضي يمشي لك المصلحه، جيت انت جيت مثلا نزلت له حاجه، طبعا ده حرام، جيت نزلت له، المهم اللي جيت اديت له فلوس ظبطته، المهم ده بقى ايه، تكون ما اديت له فلوس كتير هتلاقيه بقى ظبط لك، يعني فاهم؟ هي كده نفس الكلام عندنا الريلاتيف ريفراكتيف بيريد. لو انت جيت ستيمولنت اقوى من اللي عندك، هي بقى ساعتها طماعه بتقول لك يلا انا هشتغل. يبقى الريلاتيف ريفراكتيف بيريد بس ايه؟ بعد ما خدت راحه شويه، يعني هي ما جاتش على حساب نفسها. during the last late part of repolarization. late part اخر part end part، ماشي. ليه؟ لان due to sodium channel can be activated again، ولكن ليها شرط انها لازم يكون الاكشن بوتنشال اللي انت هتدهولي لازم يكون larger than النورمال stimulant اللي عندي الاساسي. يبقى هتديني حاجة اقوى مني هشتغل، لان هي اصلا خدت الراحة بتاعتها. طيب لو ما ادتنيش حاجة اقوى مني مش هشتغل خلاص، غير بعد ما يحصل هنا مثلا في الجزء ده تاني. اتفقنا؟ طيب يبقى اتمنى الحتة دي يكون وضحت معانا باذن الرحمن. طيب الصوت انا بقول سام ديورنج ذا ريست الصوديوم بوتاسيوم تشانل ان ريستنج ستيت كلوزد، ماشي. بعدين during during depolarization. depolarization اللي بيحصل الصوديوم channel activated and potassium channel is a activated slowly، يعني بص بتتفتح بس بصعوبة جدا، ما بتتفتحش يعني بص هتاخد وقت لحد ما توصل للحتة دي. اللي يحصل بقى الصوديوم channel is inactive والبوتاسيوم channel is a activated، بقى خلاص هي بقت activated، فبقى كانها بدل ما كان جوه بقى بوزيتيف، لا بدأت البوتاسيوم يطلع كتير كتير، دي يبقى repolarization ترجع لك، وترجع كمان 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 لحد ما توصل نيجاتيف 90 مثلا. فيقول لك هنا ايه، الصوديوم تشانل از ان ريستنج ستيت اند البوتاسيوم تشانل خلاص از ايه، اكتيفيتنج ريمينينج اكتيف. يعني ايه؟ يعني بالصوت انا بلف ذا سلام هيقفلوا هما الاثنين. يعني ايه دلوقتي بالصوت انا بلف ذا سلام؟ يعني ال ديورنج ريست هيرجعوا لحالتهم الاصليه في ريستنج ستيت. طيب ها بعدين لحد ما توصل للحته اللي تحت ديت خلاص، يبقى في الحته ديت اللي بيحصل عندي الصوديوم تشانل بتبقى از ايه، انريستنج ستيت، ولكن البوتاسيوم لسه برضه مستمر، لازم فتح البوط هتقفل ببطء، يبقى ديت از ايه من ايه اكتف. وبعدين هتقوم جايه قافله في الحته دي بالظبط، وبعد كده مين اللي يرجع لي البوتنشال ده تاني؟ الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب، في ساعتها الاثنين هيبقى ايه، ان اكتف والاثنين كلوزد. يبقى بص الحته دي اتهرست بشرح استفاضي بطريقه ان شاء الله باذن الله تكون سهلت عليك الفهم. هنا بنفس الفكره، بنفس كل حاجه، بنفس الري وكل حاجه، هيخش ومش عارف ايه ويبدا يتنقل ويجي هنا ويحصل اللي هو تبع البوتاسيوم الكالسيوم انسون.
كده احنا يعتبر خلصنا المحاضرة. عايز تقفل لحد كده وتكمل باقي القراءة بتاعتها، ما انت كده مية مية ان شاء الله بإذن الله. ولكن انا هقرأ الليكتشر بحيث اني ما اكونش سبت كلمة، يعني احنا كده فاضل لنا بس الجزء الباثولوجيكال، ولكن ان شاء الله بإذن الله كل الشرح ده انت تكون فاهمه، ونقرأ السلايدز سريعا مع بعض. بس في الاول ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما وعدتكم. هنقرا الكلام سريعا. هو بقى في السلايد للاسف بدأ بالعكس، مش عارفه اني الطريقه الاحسن، بس انا بالنسبه لي الاسهل وحسيتها اسهل وفي الايماجن وان انت تتخيل وتحفظ الحاجات انها بالطريقه اللي انا بدات فيها. المهم هنا هنبدا الاول حاجه بالريستنج ميمبرين. ايه الريستنج ميمبرين؟ بيقول لك الالكتريكال بوتنشال بتوين تو ميمبرين از ديورنج ذا ريستنج ميمبرين. يبقى ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى نيجاتيف 70. لو انت جيت قسته هتبقى نيجاتيف 70. يبقى ديورنج ذا ريستنج ميمبرين ذا اوتسايد از ميمبرين كارينج بوزيتيف تشارج، وعرفنا السبب الايه، والانسايد بيبقى نيجاتيف تشارج، والبوتنشال بيبقى نيجاتيف 70 نيجاتيف 90. نيجاتيف 90 دي في حاله مين؟ في حاله الكاردياك كاردياك ماسلز اللي احنا خدناها قبل كده في الشابتر اللي فات. المهم ايه بقى الكوزنج بتاعت الريستنج ميمبرين؟ ايه الاسباب؟ اربع اسباب تقدر تقولهم لي وبسيطه جدا من غير ما تحفظ. اول حاجه بالصوت انا في السلام، بسبب البوتاسيوم بره كتير، بسبب البروتين جواه كتير. طيب بسبب ايه كمان؟ خلاص. تالت حاجة ايه عندنا بالصوت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بسبب ان البوتاسيوم بيطلع برا عن طريق الليكجنج، اللي هي الليكجنج بتاعت البوتاسيوم اكتر من الليكجنج بتاعت الصوديوم جوه. خلاص. وبعد كده الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب عن طريق اللي بتطلع صوديوم كتير برا والبوتاسيوم بيخش جوه العيل. الاكشن بوتنشنز هو عبارة عن ايه؟ ده الكلام ده ديورنج ريستنج ستيت. الاكشن بوتنشن دي ديورنج الحاجة اللي حصل فيه ستيمولاشنز. اوكي. يبقى البوتنشن اكروس ذا ميمبرين ديورنج ايه؟ ستيمولاشنز. يعني ليجنت، يعني ليجنت يعني حاجه فيها كيميكال سبستانس راحت لزقت او مسكت في ريسبتور عندي. اوكي. ودي كده بالصوت على النبي عليه الصلاه والسلام، اهو ده اللي احنا لسه شرحنا عليها الجزء ده ديورنج ريستنج ستيت اللي بيحصل كل التشانل مقفوله ما عدا مين؟ معانا ده الليكجنج بوتاسيوم تشانل. طب بعدين جه ستيميليشن، جه اي حاجه حفزتها تقوم فاتحه مين؟ تحصل لي دي بولاريزيشن عن طريق انها تفتح مين؟ تفتح الصوديوم فولتج تشانل، تبدا تخلي صوديوم كتير ولسه دي مقفوله، البوتاسيوم مقفوله، بتفتح على مهلها لحد ما توصل للبيك بتاعتها من فوق، تقوم فاتحه لي عن طريق ريبولاريزيشن وتبدا ايه؟ تبدا تطلع لي بوتاسيوم كتير فتزود لي النيجاتيف تشارج فتعمل لي اندر شوتس او اللي هي هايبر بولاريزيشنز. وده الجراف بتاعي. ايه بقى؟ بصراحه انا بستعمل ديورنج ستيمولنت تبقى نيجاتيف 70. طيب ايه بقى التري شولد ده؟ احنا قلنا التري شولد، تري شولد دي بصراحه انا بلف الصيام مش اي ستيمولنت. شايف الحته دي مثلا ستيمولنت جه ضعيف قوي فمش هيحصل لي ستيميليشن خالص، ومش هيحصل لي اكتيفيشن، ومش هيزود لي الاستيميليشن بتاعي خالص. هنا دي بقى لو وصلنا مثلا جينا الستيميليشن قوي لدرجه ان هو نيجاتيف 55 فيقدر يحصل ستيميليشن ويحصل دي ريبولايزيشن اند ريبولايزيشن. طب الضعفاء دول مش هيقدر يعمل لي اي حاجه، ودي ريبولايزيشنز ودي البوتاسيوم اوتسايد تشانل اند سو اون اللي هي اوتسايد وصوديوم انسايد اند سو اون، ودي اللي هي الهايبر بولايزيشن، ودي ريستنج ستيت عن طريق صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب وهكذا. ودي الصوره مجمعه للاثنين. شفت انا بدات من هنا ازاي؟ اسهل واحسن عن طريق الحكايه اللي احنا لسه قايلين عليها، ونحكيها تاني اهيت. ايه بالصوت على النبي عليه الصلاه والسلام؟ جه هنا بوتنشن، جه اكشن بوتنشن، ايه اللي هيحصل؟ دي الكالسيوم هتبدا تخش جوه، انفلوكس عن طريق مين؟ عن طريق فولتج كالسيوم تشانل، تخش تقوم لازقالي هنا فتخلي لي رابط شرط تطلع لك الاسيتايل كولين بره، فتطلع لك الاسيتايل كولين يمسك في مين؟ بيمسك لك في الليجند صوديوم تشانل، او اسمها ايه؟ اسمها ان ام، كل ده نفس الاسم نفس المسميات. اوكي. فتبدا تدخل لك الصوديوم كتير ويبدا يحصل لك بوتنشال ديفرنس. ايه وات از ذا ميمبرين ذات از ستيمولنت ديورنج وذاوت ستيمولنت؟ ده ريستنج ميمبرين. وات ار ذا ان تي يعني النيورون ترانسميتر اند ريسبتورز تايب ان ذا نيورال سيناب؟ يعني نيورال سيناب يعني ما بين تو سيناب، يعني ما بين تو نيورون هنا وهنا. ايه الريسبتور؟ طبعا اسيتايلكولين، طبعا بيبقى النيكوتينيك ان. اوكي. طيب بصوت انا بقى في صوت السلام الستبس بتاعت النيورون دي بقى هنا بقى نيورون وماسلز الاثنين مع بعض، مش نيورون ونيورون، لا نيورون وماسكولار. اوكي. ترانسميشن اول حاجه الاكشن بوتنشال ان ذا موتور، الموتور اللي هي النيرف. اوكي. سبلاينج ذا سكيلتال سيستم اللي هو الفولنتري عن طريق ايه؟ الاوبننج الفولتج بتاعت الايه؟ بتاعت الكالسيوم شانل. الكالسيوم شانلز هتبدا تخش ايه؟ جوه، وبعدين تمسك في الاسيتايل كولين فيحصل لي رابتشرز. بعد ما يحصل لي رابتشر بصوت انا بتصل تطلع لي الاسيتايل كولين بره، فيقوم ماسك لي في ديونج سينابيك كليفت، وبعد كده الاسيتايل كولين اكروس ايه؟ هيروح يمسك الاسيتايل كولين مع الريسبتورز الموجود على السكيلتال ماسلز اللي هو النيكوتينيك ريسبتورز او الليجنت جيتد صوديوم شانل، وبعد كده يخلي الصوديوم يخش جوه كتير فيبدا يحصل لي كونتراكشن او كونداكتنج انسايد ذا ماسلز. السكيلتال ماسلز هيحصل لها دي بولاريزيشنز، احنا عرفنا يعني ايه دي بولاريزيشن، يعني فقدت البولاريزيشن يحصل لها اكتيفيشن. طب عايز اوقف الحكايه دي كلها في انزيم اسمه اسيتايل كولينيز،
كوليني ستريز، استايل كوليني ستريز. كوليني ستريز دوت ايه؟ بيروح يكسر لك الاستايل كريم، مش الاستايل كريم ماسك في الليجنت صوديوم شانل جوه وقام خلاه يحصل لها اكتيفيشن. هو ده بالظبط نفس الثاني، لو انا وقفت الاستايل كريم ما خليتوش يمسك فيها هيقوم يكسر لك الاستايل كريم فبيحصل لكش اي اكتيفيشن وهكذا، ساعتها تحصل لك الماسلز ريلاكسيشن. العمليه بتاعت الديبولاريزيشن اكيو جونجل ايه؟ الاوبننج بتاع الصوديوم شانل والصوديوم يحصل لها انفلكس ودي بتبقى فولتج. الريبولاريزيشن الاوبننج بتاع الفولتج بتاعت البوتاسيوم والبوتاسيوم يحصل له ايه؟ افلكس. اوكي طيب بصات انا بتسمي الهايبر بولاريزيشنز اللي هي الاندر شوت عن طريق زياده خروج البوتاسيوم بره السيل. دي اوكيود ديو تو كلوز كلوجر. كلوز كلوجر يعني يعني بطء الكلوز بتاع البوتاسيوم بتاع الشانل اند انكريزنج الايه بوتاسيوم افلوكس بيكام مور ايه نيجاتيف. وده الشكل بتاعتها بالصوت انا بلف دوسه تسام ريستنج ستيت ومش عارفه ايه والحكايه والروايه اللي عندنا. طيب اوكي بالصوت انا بلف دوسه تسام احنا عرفنا بقى يعني ريفراكتوري بيريودز ابسولوت ريفراكتوري بيريود وريليتيف ريفراكتوري بيريودز. الابسولوت مستحيل لو طبقت السم على الارض مستحيل تفتح تاني، يبقى دي بتبقى في الجزء الاحمر اللي متلون عندك ده كل الاحمر ده كل الاحمر الجزء ده كله. طيب بالصوت انا بلف دوسه تسام تبقى عباره عن ايه؟ يكون ديونج الديبولاريزيشن كلها وايرلي ستيج اوف ريبولاريزيشنز ديو تو الان اكتيف اوف البوتاسيوم ات شانل ودي امبوسيبل امبوسيبل مستحيل تو جنريتنج انذر ايه اكشن بوتنشال. طب الريلاتيف ريفراكتوري بيريد اللي هو الجزء ده بقى بيكون في نهايه الريلاتيف ريبولاريزيشن نهايه الريبولاريزيشن عشان ساعتها ممكن الصوديوم ايه تحصل لها اكتيفيشن عادي جدا ماشي، ولكن لازم شرط اللي يكون الاكشن بوتنشال اللي انا عايز اعمل له جنريتنج يكون لارجر ذان النورمال اللي عندي الاساسي. وده في حته بقى مهمه هنا دي ما اتكلمناش عليها نسينا نتكلم عليها. بص يا سيدي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، دلوقتي انت عندك تو تايب اوف نيورون، حاجه مايلينيتد يعني مايلينيتد يعني عليها مايلين، واحنا عرفنا مين اللي بيصنع المايلين سواء في السي ان اس او البي ان اس. سي ان اس بتبقى مين بصوت انا بقى لو تصاين بتبقى الاوليجودندرايتس. طب البي ان اس بتبقى الشوان سيل. المايلينيتد دي فكره ايه؟ اسمها سايليتوري. يعني سايليتوري سايليتاتوري يعني سايليتاتوري يعني جامبينج، انت عمال تعمل جامبينج عمال تنط قدام. يعني ايه؟ يعني دلوقتي تخيل كده ده الطبيعي اللي احنا عمالين نغرق عليه من الصبح، ده الار مايلينيتد مفيش اي مايلين شيث. تخيل كده سلك نحاس مش مكشوف مفهوش عليه طبقه بلاستيك من بره، مجرد ما تيجي تمسكه هيحصل لك كهرباء، هيحصل لك ان انت تتكهرب وهيكون البوتنشال بتاعه ضعيف جدا لان الكهرباء عماله تتوزع ومش عارفه وتحصل لها لوزنج ومش عارفه ايه. جيت انت غلفته بتاع البلاستيك دوت فانت حافظت على كميه الكهرباء الموجوده فيه. نفس فكره بالظبط المايلين شيس اللي عندنا، بدل ما تخليها تمشي كل ده لا انت تخليها اولا تعمل لها جامبنج، تفضل تعمل لها جامبنج تعمل لها جامبنج تخليها تمشي بدل تنط لحته المايلين شيس لان مش هيمشي فيها بوتنشنز. وبالظبط انا بلف السلم وتحافظ على الكهرباء انها تطلع بره انها يحصل لها لوزنج وهكذا فيكون البوتنشن اقوى واسرع ومو افكت. خلاص ده الشكل بتاعها بنفس الحكايه وكل حاجه بيحصل فينا. طب الجزء ما بين المايلينيا شيس ديت والمايلينيا شيس ديت اسمها ايه؟ اسمها نودز اوف رانفيرير. رانفيرير نودز اوف رانفيرير دي بالصوت انا بتسمي ده جزء ما بينهم هما الاثنين ده العالم اللي اكتشفه. دي طبعا حكايه يعني مش حابه اخش فيها اللي هو اسمها سالتوتري كوندكشن مش مهم عندي قوي. وده شكل الحاجات اللي بيكون مايلينيتد بتبقى اسرع واقوى عن على عكس اللي هي الحاجه اللي من ان مايلينيتد زي ما انتم شايفين كده. النيون نيون نيورو ماسكولار ترانسميترز ات از ا موتور اون سنسورز. هي موتور ولا سنسوري على حسب. هي دلوقتي رايحه للايه؟ للماسلز. هل هتخليها تحس الماسلز؟ رايحه للماسلز يبقى دي موتورز. اوكي سبلاينج فولنتري او انفولنتري طبعا فولنتري عشان انت بتحكم فيها سوماتيك ولا اوتونيك طبعا سوماتكس. اوكي ويتش از نيون طبعا استايل كولين اند الايه النيكوتينيك ان ام ان ام. اوكي وده شكل الساينابس بصوره هايله وفظيعه سبحان الله وتعالى سبحانه وتعالى. طيب بصوت انا بلف السلام ايه الديزيز اللي عندي؟ الديزيز اسمه ايه؟ اسمها مايسينيا جرافيس. يعني ماي مايا مايا يعني في عيب في المسلز ماشي، سينيا يعني ضعف، سينيا يعني ضعف، جرافيس يعني كانه قاتل. زي ما انتم شايفين صوره البنوته ديت الحمد لله الذي عرفنا بتربي كسر خلقي. ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ماسكولار سكيلتال ديس اوردر ليه علاقه بالمسلز ليه علاقه بالعضلات ماشي. ان ويتش ذا مسلز بيكام ويك اند ان ابيليتي of the patient to do ordinary work. على انت عينك طبيعيه سبحانه وتعالى خلقك طبيعي الحمد لله. طب واحد تاني ربنا يعافيه يا رب بحق لا اله الا الله ويشفيه، يعني مثلا في حاجه عنده مثلا ديس اوردر في المسلز، عنده ديس اوردر في الكونتراكشن، في عنده انابيلتي في المسلز كونتراكشن اند سو اون، ده بسبب الايه؟ النيرف سبلاي. اوكي رايتنج او كومبايننج هير اند سو اون.
ايه بقى الايتولوجي؟ يعني ايه الحاجه اللي وصل لك السبب، ايه السبب بتاعها؟ يعني ده اوتو اميون. اوتو اميون ديزيز عن طريق ايه؟ عن طريق الانتي بودي بتروح تمسك في الاستايل كولين ريسبتورز اون ذا سكيلتون ماسلز، اللي هو النيكوتينيك ريسبتور، او اللي هو كان اسمه ايه، اسمه ليجند صوديوم بوتاسيوم تشانل، ليجند نيكوتينيك ريسبتورز، او اسمه كان ليجند صوديوم تشانل. اوكي، ليد تو ان اي ان ام ان نو امبالس ترانسميشن. يعني ايه؟ تخيل كده انا واحد، انا مدرسه في الفصل وبكره واحد معين في الفصل، مش عايزاه يجي يقعد عندي، فاقوم جايبه اي واحد من الشارع اقول له تعالى اقعد احجز مكان الديسك ده، بحيث للشخص ده لما يجي يخش ما يلاقيش مكان فيقوم ماشي وخارج. انا عملت نفس الفكره، هل انا الشخص اللي انا جايباه ده في نفس العمر او في نفس الفصل فهيستفيد مني؟ لا، انا جايباه غلاسه، دي واحد. تاني حاجه، هل الشخص اللي انا مش حباه ده دخل وقعد واستفاد؟ لا، ما عملش كده. هي نفس الفكره، الجسم اوتو اميون بيخش عندك، يقوم جايب انتي بودي يقوم حاطط لها في الليجنت ريسبتورز اللي عندك دوت، وهيك صوره ليها وتفهمها. طيب الصوت نفس السلام ده وقف لك، هل الاستاذ الكونين يقدر يمسك فيها؟ لا، فالجيت مش هتفتح عندي ابدا، فمش هيحصل له ايه ترانسميشن، كان الحاله بذات النيرف كانها في ادريستنج نيرف، وفي المسلز ما يحصلهاش كونتراكشن. طب ايه التريتمنت بتاعها؟ بكل بساطه، بالصوت انا بلف ده السلام، انت عندك اميونيتي، عندك مناعه زياده، عندك كده، فلازم تعمل انتي اميونو سبريسنت، عن طريق انت تقلل المناعه بتاعتك عن طريق كورتيزون عشان يقلل لك ويموت لك الانتي بودي والحاجات ديت. طيب وانتي اسيتايل كولينيريز ليه؟ علشان قلت لك الاسيتايل كولينيريز ده بيموت الاسيتايل كولين، فانت بدل مثلا تخيل كده لو الاسيتايل كولينيز ده اللي هو الانزيم ده موجود، وانت مثلا بيطلع لك 12 اسيتايل كولين او 15 اسيتايل كولين، الاسيتايل كولينيريز دوت انزيم جيت موته لك وبوت لك وبقى لك ايه 7 اسيتايل كولين. طب تخيل هو بقى مش موجود، هيبداوا ال 12 موجودين زي ما هم، فهيزودوا فرصه ان هو ممكن الاسيتايل كولين يلحق. يعني تخيل كده الشخص ده جه لحق قعد مكانه قبل ما حد اجيبه انا، فساعتها هيخش ايه يقعد وكده خلاص. فهي نفس الفكره بالظبط بالصراحه، انا بلاف ده الصوت والسلام اهو، ده الشكل بتاعها براح، دي الانتي بودي جيت مسكت في الريسبتورز. تخيل لو انا زودت كميه الاسيتيل كولين كتير، ففرصه انها تمسك هنا في الريسبتور بتاعها قبل الانتي بودي ممكن تزيد شويه نوعا ما، هتبقى ابسط. طب لو تخيل كده انا جبت الاسيتيل كولينيريز دوت جيت كسرته عشان ما يكسرش الاسيتيل كولين، فبزود فرصه الاسيتيل كولين موجود، او اقوم عامله اميون سبريسنس. اوكي، وده الشكل بتاع الطبيعي النورمال كونتراكشن للمسلز، اما ده باراليسيس يعني في شلل وكده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يسمع بعدها ابدا. محاضره النهارده خلصت، اتمنى تكون بسيطه وفهمتها بكل بساطه ان شاء الله باذن الرحمن. اتمنى ما تنسوناش من صالح دعواتكم، ربنا معانا جميعا يا رب، بحق لا اله الا الله، ما تنسوناش من صالح دعواتكم. بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.